الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا حدث الإنسان نفسه بالعمرة وذهب إلى جدة فمن أين يحرم؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادات إنما تناط بالنية المجزوم والمقطوع بها، وأما مجرد حديث النفس والرغبة في العمرة لكن بلا نية جازمة مقطوع بها فإنها لا يتعلق بها وجوب الإحرام من الميقات. وبناء على ذلك، فإذا كان الذي قام في قلوبكم أيها السائلون هو النية الجازمة المقطوع بها أنكم ستعتمرون، فحينئذ لا يجوز لكم أن تحرموا من جدة، بل الواجب عليكم أن ترجعوا إلى الميقات الذي تجاوزتموه وتحرموا منه، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما وقت النبي صلى لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، أي الإرادة المقطوع بها والإرادة المجزوم بوجودها. وأما إذا كان الذي قام في قلوبكم مجرد تحديث ورغبة ولكن لم يصل ولم يرتقي من مرتبة تحديث النفس إلى مرتبة الهمة والعزيمة الماضية والنية الجازمة المقطوع بها، ولم تعزموا العزيمة الصادقة إلا في جدة، فلكم حينئذ أن تحرموا من جدة ولا يلزمكم الإحرام من الميقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دونهن، أي دون المواقيت، فمهله من حيث أنشأ، أي من حيث عزم العزيمة الصادقة على العمرة. فإذا كان ما قام في قلوبكم مجرد تحديث ليس بنية مجزوم بها فلكم أن تحرموا من جدة، وأما إذا كنتم عزمتم العزيمة الصادقة على العمرة فيجب عليكم أن تحرموا من الميقات، والله أعلم.